مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق، السلسلة العالمية، سلسلة ولد ليقتل مع نقطة الاستفهام. حلقة جديدة بجتهزنا لملف من أغرب ما يكون، ملف هز الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، ولكن تداعيته على العالم الكل. علاش؟ على خاطر الملف هذا حير المحققين، علماء النفس والخبراء والمتابعين باللي صار فيه. ملف رجعنا لأواخر السبعينات بداية الثمانينات، ملف بشهزنا الحاجة ما تشفتش قبل، غير معلومة غير معروفة، متاع سيدة باش تتخطف وباش تعيش لمدة 7 سنين بين صندوق وتابوت، تابوت وصندوق. شنية باش تكون النهاية؟ هل الضحية باش تعيش باش تحكي التفاصيل، وإلا مش باش تعيش برشا نتيجة العيشة اللي كانت عايشتها من تعذيب ضرب وعيشة في وسط صندوق؟ هذا اللي باش نكتشفوه في حلقتنا لليوم من ولد ليقتل. أما قبل ما نبدأ بالتفاصيل، ذكركم كان ما زلتوا ما اشتركتوش في قناة اليوتيوب باش ديما يجيكم الجديد، تشتركوا معنا في القناة وتفعل الجرس باش ما يغيب عليك حتى شيء جديد، وتعطيوني رأيكم في القضايا اللي نقترحها عليكم، وخاصة منها القضايا الدولية. مرحبا بكم في حلقة اليوم من المحقق ولد ليقتل. حكايتنا لليوم بجتزنا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. ما تعرفوا عاد أمريكا فيها من أغرب ما يكون من جرائم وقضايا، أما المرة هذه الحق الحكاية كان عندها صدى عالمي كبير ياسر بعد اكتشافها. باش نرجعكم لسنوات السبعين، 1977، كنا حكينا لكم في حلقات سابقة على الظروف والوضعية اللي كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات، انتشار الحريات خاصة الحريات الفردية، ظهور أنماط عيش جديدة منها لإي بي في وسط الشباب، وخاصة الشباب الأولاد والبنات، ومن مظاهر التحرر والحرية، وأنه الشبيبة ولاو متحررين أكثر فأكثر من القيود العائلية، من القيود الاجتماعية، وأنه مثلا ظاهرة الستوب في الكيس اللي كانت موجودة مش برشا منتشرة، ولكن خاصة تلقاها يعملوها أولاد والرجال، الظاهرة هذه باش تنتشر زادة حتى عند النساء. نهار 19 ماي 1977، كولين ستان، واحدة من الشابات الأمريكيات مزيانة برش، طالبة أمريكية عمرها 20 سنة، كانت تحضر في روحها باش تمشي لعيد ميلاد واحد صاحبها. أما كيقول لك أمريكا، احنا تسمي تسمى الولايات المتحدة الأمريكية، هي ولايات، هي عبارة على دول، بين الولاية والولاية مسافة دولة. كولين تعيش في ولاية أوريغان الأمريكية، وتحب تمشي لكاليفورنيا ويست وود تحديدا. كاليفورنيا هذه ويست وود تبعد على وين هي تسكن 600 كيلومتر، تقريبا كما احنا نقوله في تونس، من تونس إلى الحدود مع ليبيا 600 كيلومتر، وكولين ناوية تعملهم بستوب. ما عندهاش كيفاش تمشي، ما عندهاش فلوس باش تاخذ طيارة ولا تران وإلا غيره من النقل، ناوية باش تعملهم بستوب، وهذاك اللي انطلقت فيه تتشد في ستوب. ماني قلت لك رأي من الأول رأي طفلة مزيانة وكذا، على الأول ما تمد هكا أسبوعها
تقف الكراهب. هذا اللي صار. العملية كانت سهلة، مشيت تشد في ستوب، أب وقفت لها كهربا باش تهزها معاها الكاليفورنيا. ماشي الكاليفورنيا في اللوتوروت، تاك ركبت كاليفورنيا، مشيت 400 كيلومتر، أكثر شوية من 400 كيلومتر، مشيت بقالها على ويست وود اللي هي مشيت لها قربت 150 كيلومتر، هبطها السيد اللي هزها في اللوتوروت على أساس باش عاود تاخو كهربا واحدة أخرى. المرة هذه البلاصة اللي فيها فيهاش برشا حركة كيما البلاصة الأولى، نية دونك الكهربا تجي فيها مرة في الفيل. كهربا الأولى اللي باش تقفلها فرحت هكا وجات باش تطلع في وسط الكهربا تلقى مجموعة من الأولاد، أربعة أولاد، زوز من قدام وزوز من تالي. قالوا هيا اطلع نركبوك ونوصلوك وين تحب. أما دوي وعد تطلع معاه أربعة أولاد 150 كيلومتر، لا تعرفهم لا يعرفوها. بارك الله فيكم الأولاد، ميرسي، عايشكم. ميسالش انتوما ديجا معبين في الكهرباء، أتاو نلقى ستوب واحد آخر، مش باش تطلع مع الأولاد، أما باش تقعد تستنى بعضهم برشا. عندها أكثر من ساعة وهي قاعدة تستنى في كهرباء ستوب، وأخيرا فما دوج زرقة وقفت لها، ويظهر أنه فيها العائلة المثالية اللي تنجم تركب معاها. شكون تستنى أنت في أوتو ستوب وأنت تعمل في أوتو ستوب كان مش أحسن حاجة أنه يقف لك راجل مع مرته وصغيره في وسط الكهرباء، أأمن ما يكون. وهذا اللي لقاته، قفلها راجل مع مرته ومرته في ده بيبي. هيا مدموزيل وين ماشية؟ ويست وود، هاي هك في طريقنا ماشيين حتى احنا الغادي، هيا اطلع معانا. وطلعت كولين ستان معاهم في الكهرباء. الحق من الاول باش تحس انه الامور مش ياسر طبيعية في وسط الكهرباء. الراجل كليها بعينيه، داكوردو طفلة شابة وكذا كذا، باهي ما بحذاه مرته بيبي، ضربة ضربتين يخزر الروتروفيزور، ضربة ضربتين وهو يهز في عينيه يشوف فيها، بديت تتقلق بديت هكا. ولكن بون قالت بون 150 كيلومتر تو يتعداو، لف لف وتصبح على خير، هاني مانيش خازرت له، تو نغزل الشباك. وقفوا في كيوسك، هاي باش نهبطوا، اللي يحب ياخو قهوة، اللي يحب يبرد حالته يبرد أطرافه كذا كذا. وهذاك اللي باش تعمل كولين مثلا باش تهبط تبرد أطرافها، تمشي التواليت تغسل وجهها كذا كذا، وباش ترجع للكهرباء. وهنا باش تلقى حاجة غريبة ما شفتهاش كي طلعت من الأول، لقات صندوق غريب، صندوق لوح هكا، صندوق لوح بقاتو بحذاها في جنب الكرسي. تو بعد نوريكم تصويرتو مش تو، لأنه مهم الصندوق هذا. لقات سي الصندوق، بون الراجل في كهربته باش دبر عليه مثلا شنو يحط فيها. طلعت في الكهرباء على روحها، مازال لهم بضعة كيلومترات وتوصل. فيجي سيد يقول لهم اي شنو رايكم يا جماعة نمشيو للكهف متاع الثلج، فما كهف هنا متاع ثلج معروف كهف بارد، رانا احنا في ماي، الدنيا سخانة سخانة، درجات الحرارة فوق 30، نمشيو نبردو في كهف الثلج، نبردو رواحنا وبعد نكملوا ثمين. وهارا سيدي نمشي ونبردو، وبش ياخو الدورة على أساس بش يهزهم الكهف تاع الثلج. هي الحق كولين ما تعرفوش برشا كهف ثلج وين يجي كيفاش يجي، لكن اللي لاحظته أنه لا فما بلاكة قاعدة تقول اللي هما ماشيين له،
لفما ثنية تنجم توري اليوم ماشيين لبلاصة سياحية معروفة. يدخلوا فجأة في غابة صغيرة ويقف بالكرهبة. تهبط مرته والبيبي، فما كي البحيرة الصغيرة. مشيت مرته بدأت تنحي في حوايجها وهبطت تعوم. كولين ماهيش عارفة اش تعمل اش تقول، هذا هو كهف الثلج مش هذا، وين ماشيين؟ وهي ما زالت الأفكار تدور في مخها، ويحل الراجل الباب متاع الكرهبة ويحط لها كاجول فوق راسها. وش كلمة لا، لو كان تتكلم نذبحك. وجي للصندوق اللي بحذاه، الصندوق اللي حكيت لكم عليه. الصندوق فيها بلاصة كي الحفرة، بلاصة معمولة لراس متاع بشر. حل الصندوق، حط لها راسها في وسطه، وسكر الصندوق وقالها تتكى في الكرسي. وهذا اللي عملته كولين. كولين مش عارفة روحها، مصدومة، تصيح، تبكي، تتوسل، ماهيش عارفة شنو اللي تعمل بالضبط، وشنو قاعد يعمل السيد هذا، وشنو حكاية الصندوق اللي لبسهولها في راسها واللي وليت به تتنفس بصعوبة. به تو كي تجي مرته، تو أكيد تقوله فيش قاعد تعمل. كملت المرأة العومة، جيت لبست حوايجها، طلعت في الكرهبة، كلمة لي وكأن شيئا لم يكن، خدم سيرويجي للكرهبة ومشي. والكرهبة تمشي 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 حتى لين وقفت. تحس كولين بالباب تحل، يجبدها بالقوة من يديها والصندوق في راسها، يحللها الصندوق، يدخلها لدار. الكاجول ما زالت في وجهها، وتبدأ حاسة بروحها وهي هابطة في الدروج، هابطة في الدروج وماشية للسوسول. وهنا باش يصير لها اللي عمرها ما كانت تتصوره يصير. السيد باش يشد صوت ويبدأ يضرب فيها يضرب فيها، وهي بديت تصيح. بالطبيعة بديت تصيح، واحد يضرب فيك بصوت هكيكة، لا طاح لا دزوه، هي بديت تصيح وتحس كان في السكينة في رقبتها. ما زال صوتك يطلع، انقص لك الحبال الصوتية متاعك. ما زال صوتك يطلع، انقص لك كرومتك. بلعت السكينة بدمها، أكل كلمتين كانوا عبارة على مسكن. ما تعرفش كيفاش كولين وليت ساكتة وهي تاكل في المصبط. وتعدينا للمرحلة الموالية اللي باش تشوفها من تراتف نقبة موجودة في الكاجول، قاعدة بديت تشوف فيها في البلاصة اللي هي موجودة فيها شيء يقرب للخيال. السيد يضرب فيها هي من شيرة، ويمارس في علاقة جنسية مع مرته من شيرة أخرى. السيد هذا هو من الناس اللي تتلذذ بالتعذيب وبالضرب. هذا من طبيعة ما يعرف بالساديين، وإلا السادي شكونه
السادي هو الشخص اللي يتلذذ بتعذيب الآخر. الجو متاعه، الكيف متاعه، كيف يشوف الآخر يسيح، يعيط، يتوجع، يتضرب، هذيك هو النشوة متاعه. سادو، هذه البداية بالنسبة لكولين. هذا نهارها الأول كيفاش باش يكون، والعملية باش تكون طويلة ياسر، ومازالت كيف بدات. بعد مباشرة باش يخليها في الداموس، وباش تولي هذيك حياتها متاع كل يوم. كل يوم يهبط يضربها بالصوت ويعذبها، ومن بعد يعاود يسكر عليها بالصندوق اللي نحكيو عليه، يحط لها راسها في الصندوق. من نهار لنهار لنهار، وبدا يتفنن في طرق التعذيب. ما عاش يكفي الصوت، عمل لها بلانش تاع تعذيب، طاوله تاع تعذيب. في الطاوله هذه يطلعها فوقها من غير حوايج، يربطها ويبدا يجبد فيها من اطرافها الاربعه. هذه من طرق التعذيب القديمه اللي كانوا يقتلوا بها في ازمنه من الازمان الناس اللي كان يتحكم عليهم بالموت، يبدا يجبدوا فيهم للي يقطعوا لهم اطرافهم. هو كان يجبد فيها للتعذيب، ومع التعذيب السيد هذا يتكلم برشا، يحكي معاها برشا، وهي كانت تسأل مسكينة، مازالت عندها أمل أنه باش يسيبها وأنها باش تروح لدارهم. وهو يحكي معاها ويتكلم، وإذا كانك نس ملاح راني نعاملك بالقدي. ومن الحاجات اللي باش يبدا يعششلها مخها بيهم من نهار الأول، اللي هو يتبع منظمة سرية عالمية، ولهالمنظمة السرية العالمية قررت أنها تشدها، وإذا كان ماهيش باش طوعهم فأنهم باش يقتلوها هي ويقتلوا كل عائلتها. وبطبيعة أكيد راكم تتسألوا، يا أخي توا السيدة هذه قلتنا لي مخطوفة وكذا، وكانت ماشية لعيد ميلاد وعمرها 20 سنة وعندها عائلة، وينهم هذوما الكل؟ اي احنا توا تجاوزنا 3 شهور من الاختطاف، والعائله والاصحاب والاحباب ما خلاو ما عملوا باش يلقاوها. 3 ايام بعد اختفائها تم اشعار عائلتها، صاحباتها اللي كانت ساكنه معاهم اشعروا العائله. من وقتها العائلة أشعرت القوات الأمنية، من وقتها والناس الكل تفركس، العائلة حتى عملت نفس التراجيه اللي خذاته. منين مشيت والوين تنجم تكون وصلت؟ ومن سخرية الأقدار أنه واحد من أفراد عائلتها في المسافة هذه التراجيه اللي بش يعملوا بش يسكن في موتيل، عبارة على أوتيل صغير على بعد أمتار من الدار اللي هي كانت فيها. أما هي كانت محتجزة في السوسول متاع الدار، وتتواصل عليها عمليات التعذيب. بعد التعذيب تعدينا إلى مرحلة أخرى، 10 أشهر والاحتجاز متواصل. بعد 10 أشهر باش نتعداو إلى مرحلة جديدة، باش يهبط لها السيد، يهزها من شعرها، يطلعها للدار، البيت نومه هو ومرته، وباش يقوم باغتصابها هو ومرته. إذن مرته على علم باللي قاعد يعمل فيه رجلها، على علم بالتفاصيل، باش ما نقولوش مشاركة معاه في اللي قاعد يعمل فيه. الأمور باش تتبدل بعد قرابة العام من الاحتجاز، 11 شهر بعد احتجازها العائلة باش تبدل من الدار. وهنا فما مشكلة، الدار الجديدة ما فيهاش سوسول، اش باش يعملوا فيها؟ زعما يقتلوها ويتخلصوا منها
وإلا بشي يسيبوها وإلا بشي يخليوها تعيش بيناتهم. هنا بش تجي مفاجأة أخرى يمكن فيكم شكون مش أصلا بش يصدقها. النقلة بش تصير ما فماش سوسول أما مش بش يخليها تعيش بصفة عادية. السيد اللي قاعدين نحكيه عليه ولي كولين ما زالت ما تعرفش اسمه إلى حد الآن بش يصنع لها تابوت. تابوت فيه بالضبط بلاصتها كيفاش تنجم تبدا قاعده وكيفاش تقضي حاجتها في التابوت. ما فيش مجال للحركه فيه برك البلاصه وهي تبدا مستلقيه في وسط التابوت. والتابوت باش يحطوا تحت الفرش متاعو هو ومرته. يبيتها غادي كل ليلة في التابوت. ومن خلال البيت معاهم فرد بيت باش تكتشف كولين انه في الحقيقة مرته السيد هذا يعمل فيها تقريبا نفس اللي قاعد يعملوا فيها هي. مع مرته قاعد يمارس معاها في كل انواع العنف مع العلاقات الجنسية. وفي مرة من المرات وكأن شيئا لم يكن باش تبدأ تسمع كولين في المرأة تصيح. المرأة تصيح وتعيط وهي مرعوبة في بالها اش قاعد يعمل لها وهي في الحقيقة قاعدة تولد. قاعدة تولد في الفرش ويجي يدق عليها في التابوت. يحل التابوت ويسألها يقولها كولين تحب تشوف البيبي؟ ويوريها البيبي اللي مازال كي تولد. وبعد ما شافت البيبي يسكر عليها التابوت ويرجعها تحت الفرش. وفي هذه الفترة اللي نحكيو عليها احنا قرابة العام ملي صارت عملية الاختطاف اهنا وين باش تعرف كولين شكونو الخاطف امتاحها. وقت اللي نقلوا للدار الجديدة وبما انه ما عادش فما لوطة داموس وين باش يحطها وإلا سوسول ولات ما بينات التابوت ولا يخليها تدور معاهم في الدار. يزمك تعرف اللي ولات تدور معاهم في الدار. أما قبل هذا بش يجيب لها كونترات وتصحح عليه. بش يجيب لها وثيقة. وثيقة اعتراف بالعبودية. إي نعم. جاب لها ورقة صح عليها. اللي هي تعترف. اللي هي سيد هذا هو سيدها. وهي أما في خدمة سيدها. وهنا بش تقرأ في الوثيقة اسمه خاطر كان لازم يكتب اسمه باش تكتشف كولين اللي السيد اللي خطفها توا عنده عام اسمه كامرون هوكر. السيد هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه هو اللي خطفها. كامرون هوكر في الوثيقة هذه يقول ولا هي تعترف انه هو سيدها وأنها ما يلزمهاش تخزر له في عينيه وقت اللي يتكلمه وأنها يلزمها تطيع كل الحاجات اللي يقولها عليهم. وهذا اللي بدأت تعمل فيه كولين بشوية بشوية خطر. وهنا يبدأ الاستغراب تاع الناس الكل. كولين بعد عام من الاختطاف بدأت تعيش معهم في الدار تقريبا بصفة عادي وليت تدور معهم في الدار. أما عبارة على خادمة تاع كل شيء. يضربوها تنظف تمسح يغتصبها الدنيا كل ولكنها تعيش معهم في الدار. وإمكانية الخروج موجودة. نجم تخرج للجنينة نجم تخرج للحومة ولكنها لن تهرب.
كولين اللي كانت عندها الإمكانية باش تهرب من توا ما هربتش، باش تواصل تعيش مع الكوبل هذا سنوات كيما هكا بنفس الطريقة ما تبدل حتى شيء. تاون بعد نفسر لكم شنو يقولوا علماء النفس في النقطة هذه بالضبط، ولكن اللي لازمك تعرفوا إذن أنه كولين ولت قابلة بالوضعية اللي هي فيها، تخدم، تتضرب، تغتصب، تبات في التابوت في الليل، تقوم الصباح تعاود تخدم، تتضرب، تغتصب، تمشي تخرج تدخل، ما فهم حتى شيء. قابلت مخها قبل بالوضع اللي هي ولات موجودة فيه. تصدق أنه 3.5 سنين باش يتعداو هكا، 3.5 سنين وليت وليت الجماعة عائلة أصلاً. وليت كولين تعرف السيد اللي يخطفها كامرون هوكر، وتعرف مرته جانيس، وليت تحكي هي والمرأة، بديت تحس أنه جانيس متماشية معاها، لكن إلى حد الآن لم تغادر الدار، إلى أن يجيها سي خاطفها ويقولها عندك الحق تكلم بوك، تنجم تكلم داركم وتقولهم شنو أحوالك وتطمنهم عليك، وهذا اللي باش تعملوا كولين. شنو باش تقول لدارهم بالضبط؟ هل سينتهي الكابوس؟ هل استنت الفترة هذه الكل باش تكشف كل الحقيقة ويتشد هذا المجرم؟ هذا اللي باش نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا.